السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على خير خلقه وسيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أما بعد، عباد الله، نعيش في هذه الأيام أغلى أيام العمر وأثمن أيام العمر، عمر كل واحد، كل واحد منا أثمن أيام عمره هذا الشهر الكريم، سيد الشهور عند الله. حسرات الإنسان على الساعات التي تضيع منه في غير رمضان كبيرة وعظيمة يوم القيامة. فقد ورد أنه لا يتحسر أهل الجنة على شيء، تحسرهم على ساعة مرت بهم في الدنيا لم يذكروا الله تعالى فيها. فكيف إذا كانت يا عباد الله هذه الساعة من ساعات رمضان؟ إن دقائق هذا الشهر ولحظاته وثوانيه وأنفاسه عالية وعظيمة وثمينة. ولعلك أخي المسلم حينما تتأمل في رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان في رمضان يتدارس مع جبريل القرآن، وذلك كل ليلة 9 رمضانات وهو يتدارس مع جبريل القرآن، ليس ليلة، كل ليلة و9 رمضانات. ولماذا لم يكن في شوال؟ ولماذا لم يكن في المحرم؟ لماذا لم يكن في شهر آخر؟ إن هذا الشهر عظيم، عظيم جدا عند رب العالمين. لقد كشفت لنا عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أمرا مستورا، حياة النبي في الليل كيف كان في ليلة، من يجلس مع من يجلس، ما هي المائدة التي يجلسون عليها؟ إنها القرآن. ومن يجالس؟ جبريل عليه السلام. ولذلك تأثر الجليس بجليسه، وتأثروا بالمائدة التي بين أيديهم، فاكتسب النبي صلى الله عليه وسلم صفة لم تكن هذه الصفة فيه في غير رمضان. تقول عائشة رضي الله عنها: كان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وذلك كل ليلة. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. تصور، أجود بالخير من الريح المرسلة، إنه جواد صلى الله عليه وسلم، لكن في رمضان أجود بالخير من الريح المرسلة. والسبب تأثره بجود الله وكرمه وإحسانه، تأثره بهذا الكتاب العظيم، بمجالسة سيد الملائكة جبريل يتأثر صلى الله عليه وسلم. وكيف لا يتأثر؟ كيف لا يتأثر المؤمن ويكون جوادا في هذا الشهر؟ فأخي المسلم عليك أن تعلم أن هذا الجود يحبه الله، وأنه مقرب إلى الله قرب عظيم. ففي الترمذي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: إن الله جواد يحب كل جواد، أو يحب الجود، وكريم يحب الكرم سبحانه وتعالى. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يستمطر
كرم الله وجوده في كونه يجود صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر. فالإنسان أيها الإخوة عليه أن يعلم أن الذي يعامله أكرم الأكرمين وأجود الأجودين. تعامل من؟ قال أحد الشعراء حينما دخل على ملك من الملوك وقال فيه قصيدة فأعطاه جائزة، فقام هذا الشاعر بعد خروجه من هذا الملك فوزع هذه الجائزة، فلما قيل له في ذلك قال بيتاً آخر: لمست بكفي كفه أبتغي الغنى، لمست بكفي كفه أبتغي الغنى، ولم أدري أن الجود من كفه يعدي، ولم أدري أن الجود من كفه يعدي، يعني يمدح الملك. فسمع الملك بهذه القصيدة الأخرى البيت فأضاعف له الجائزة، أضاعف له الجائزة أضعافا. فالله تعالى يحب من عباده أن يجودوا ليضاعف لهم جل جلاله، فهو جواد يحب الجود، كريم يحب الكرم. فالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر يجود ليستمطر الجود والعطاء. أما الجود فمعناه في اللغة أيها الإخوة، الجود معناه كثرة العطاء وسعته، الجود كثرة العطاء وسعة العطاء. إذا اجتمع الكثرة والسعة فهذا يدل على صفة الجود. فالله جل وعلا أجود الأجودين وأكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام: جاءكم شهر رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه، فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب الدعاء ويحب أن يرى تنافسكم فيه، فأروا الله من أنفسكم خيرا فإن المحروم من حرم فيه رحمة الله، وإن فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. فجودوا يا عباد الله، تصدقوا. ففي الحديث الصحيح مرفوعا عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة صدقة رمضان، أفضل الصدقة عند الله عز وجل. العمرة في رمضان تعدل حجة، فكذلك الصدقة لها شأن، ولكن على المسلم أن يبدأ بالفرض. ولأن أيها الإخوة المقصود من هذا الشهر هو التخلص من الصفات الذميمة، فإذا تخلص الإنسان من صفاته الذميمة فقد زكى نفسه، فإذا زكت النفس نوديت عند الموت: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فالتخلص من الصفات الذميمة هو معنى قوله جل وعلا: يبدل سيئاتهم حسنات. فتكون كل سيئة في الإنسان تنقلب إلى حسنة، فصفاته تتغير وتتبدل من كونه لا سمح الله مثلا شخص من أهل إضاعة فرجه بالزنا واللواط والفواحش، فإذا تاب توبة نصوحة رزقه الله الشرف والعفة وأصبح شريفا عفيفا، فبدلت سيئاته بحسنة العفة والشرف، بدلت سيئة البخل والشح ومنع الحق إلى الكرم والإحسان. والله تعالى يقول: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان إن رحمة الله قريب من المحسنين. ولذلك البخل صفة ذميمة، لما خلق الله الجنة قال: تكلمي، قالت: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون.
فقال الله تبارك وتعالى: وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. لا تكن شحيحا، لا تكن بخيلا، فإن عبد الكرام كريم وعبد اللئام لئيم. فإن كنت عبد الله فاتصف بما يحبه مولاك وسيدك، فإنه كريم يحب الكرم. كن كريما. ولذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم بكرمه إلى الله، فكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وكان يذهب الرجل من عنده يدعو في قومه وقبيلته ويقول: جئتكم من محمد. يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فالكرم والجود دعوة إلى الله. ولذلك مما يعطى من المال من الزكاة يعطى للكافر تأليفا، المؤلفة قلوبهم، ليتألفونهم على الإسلام. فلذلك ينبغي للمسلم أن يدعو إلى الله بكرمه، بجوده، بإحسانه. فكم من إنسان رجع عن خطأ وتاب والتزم الخير بسبب جود من شخص، كما قال: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، لطالما استعبد الإنسان إحسانه. ولذلك حتى الكفار الآن يوصلون الباطل عن طريق الإحسان، بل يحدثون في المجتمعات الإسلامية من الحروب التي يحصل بسببها لجوء، ويكثر اللاجئين ومخيمات اللاجئين، ويسارعون النصارى للإحسان إلى هؤلاء اللاجئين الذين هم سبب في إخراجهم من ديارهم، ليقولوا لهم: نحن نرحمكم. ممن ترحمونهم؟ يرحمونهم من عملائهم. هذا الطاغية الشام عميل لليهود والنصارى، نصيري، والرافضة حمير اليهود والنصارى. الرافضة هم حمير اليهود والنصارى، ينفذون مخططات اليهود والنصارى في بلاد المسلمين.
تتفقد المحتاجين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره جائع. المؤمن يحس، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر فتفقد. ولذلك يقول جل وعلا: وآت ذا القربى حقه. لا تظلم قريبك، أعط حقه. وآت المال على حبه، آت المال على حبه ذوي القربى. بعض الناس يا إخواني لا يعطيهم الآخرين، يقولون: ما شاء الله، هذا أخوه كريم، هذا أخوه تاجر، هذا أخوه عنده، أو هذا عمه عنده، أو هذا خاله تاجر. فتقصيرك في أقربائك ستتحمله يوم القيامة، لأن الناس يبدأون بمن حولهم وأنت أهملت من حولك. فاتق الله وكن دائما أول ما تبدأ ابدأ بمن تعول، ابدأ بنفسك ثم من تعول. أيها الإخوة، ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. إذا أحسنت وأنفقت كان سببا في قبول العمل، في قبول الدعاء. موسى عليه السلام جاء جائع وجاء غريب وجاء يعني كل الأمور التي تتخيلها، وخائف، خائف وجائع وغريب وحالته حالة. لما ورد ماء مدين وجعد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتان تذودان، فقاموا أحسن إلى المرأة، المرأتين أحسن إليهما، تولى إلى الظل، دعا فاستجاب الله له. بعد قوله فسقالهما ثم تولى إلى الظل، سقالهما ثم تولى إلى الظل، فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فأجابه الله، قال: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. جاءه الخير، جاءه الفرج، رزقه الله الزوجة، رزقه الله المال، رزقه الله النبوة، وآتاه حكما وملكا ونبوة. كل ذلك بسبب الإحسان. أحسن. قال جل وعلا: إنا لا نضيع أجر المحسنين. بعدما أعطى الله موسى يوسف عليه السلام قال: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أحسن على الناس كل ما يحتاجه الناس. قد يكون الإنسان يحتاج إلى عفو منك، أن تعفو عنه. عفى عن إخوته يوسف، فلما عفى عنهم والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذا كله من المسارعة والمسابقة في هذا الشهر الكريم. فجودوا بالعفو، خذ العفو، جودوا بالعفو، جودوا ببسط اليد، جودوا بكل خير، علموا، ادعوا إلى الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، من دعا إلى هدى فله مثل أجور من تبعه. عليكم بكل الأعمال التي تورثكم رضا الله عز وجل، فإن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يستجاب دعاؤهم وتقبل أعمالهم، لأنهم مع الله صادقين. من الإحسان أن تحسن إلى نفسك بالتوبة إلى الله. نفسك الآن على شفا جرف، على شفا حفرة من النار بسبب الذنوب. فإن من الإحسان أن تحسن عليها، لا تجمع بين ظلمها وأنك لا تفتديها من عذاب الله، افتديها من عذاب الله. ولذلك قال: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. ذكر إحسانهم على أنفسهم أولا،
قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، لأن الحسنات يذهبن السيئات. ثم قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. استغفرون لأنفسهم أولا، واستغفر للمؤمنين، هذا إحسان على إخوانك المسلمين. اللي ما عنده قدرة يعفو عن، اللي ما عندك مال اعفو. يقول سلم يعني تصدق حتى بالعفو عن الناس، هذه صدقة منك. تصدق بالاستغفار للمؤمنين كما قال جل وعلا فاستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. المؤمن يستغفر، حسنة منك، يعطيك الله بذلك خير عظيم. انظر إذا استغفرت لوالدك كيف ينتفع الميت من هذا الاستغفار. هل الميت استغفر؟ لا، لكن استغفارك نفعه. قال يرفع الرجل رتبة في الجنة أو درجة في الجنة فيقول أي ربي بما هذه الدرجة؟ فيقال باستغفار ولدك لك في الدنيا، أو ولد صالح يدعو له. أحسن إلى أبويك. في رمضان يكثر رؤية الناس لآبائهم وأمهاتهم وأمواتهم، لأن الأموات في هذا الشهر يتطلعون إلى خير، يتطلعون إلى الإحسان، يريدون شيء في هذا الشهر الكريم العظيم. فيا أخي اضرب عصفورين بحجر، إذا تصدقت انو عن أبوك عن أمك عن والديك، ترى تعطى ويعطى والديك، لأن الله أكرم سبحانه وتعالى. فإذا تصدقت عن والدك جاءك من الأجر مثله، كما قال بعض السلف، قال إذا تصدقت فنوي الاثنين عنك وعن والدك ليأتي الأجر لك وله. فيا إخواني كما قال بروا آباءكم تبركم أبناءكم، ما سويت سوي بك بعد الموت، الله لا يضيع أبدا عمل عامل. فانتبهوا يا إخواني لهذه الصفات الكريمة، أحببت أن أتحفكم بها في هذه الكلمة في هذا الشهر المبارك. أسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومنكم، ونجعلنا وإياكم من أهل الجود والكرم الذين يتصفون بصفات الصفات العليا التي يحبها الله ويضاعف أجر أهلها ويعفو عنهم وتنجيهم من عذاب الله. اتقوا النار ولو بشق تمرة. انظروا يا عثمان، قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، لأنه قال 100 من الإبل، فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم في جيش العسرة، قال 100 من الإبل فتهلل. فلما رأى فرح النبي صلى الله عليه وسلم قال 100 أخرى فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم، قال 100 ثالثة يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. فقد تحسن تتصدق فيجب الله لك بهذه الصدقة الجنة، النجاة من النار. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لافتداء أنفسنا، وأن يجعلنا وإياكم من عباده المخلصين الذين ينتفعون في هذه الحياة وينفعون غيرهم. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، واجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من عبادك المحسنين. اللهم اجعلنا من أهل الجود والكرم، اللهم اجعلنا من أهل الجود والكرم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، ولا تجعلنا من أهل الشح والبخل الذين هلكوا بشحهم. اللهم لا تجعلنا ممن يلقون بأنفسهم إلى التهلكة وهي الشح. اللهم ارحم ضعفنا وفقرنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا. اللهم اجعلنا ممن يستمطر بجوده جودك. اللهم اجعلنا ممن يعطي فتعطيه وينفق فتنفق عليه أضعاف أضعاف ما ينفق، برحمتك أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أوليائك المتقين وحزبك المفلحين وعبادك المؤمنين. اللهم احفظ بلادنا وأمننا وحدودنا، واحفظ جنودنا من شر المعتدين ومن شر المفسدين. اللهم عليك بمن يريد بهذه البلاد سوءا يا قوي يا عزيز. اللهم افضح أخباره واهتك أسراره، ومكن ولاة الأمر منه يا حي يا قيوم.
صلى الله وسلم على نبينا محمد.